وزارة التموين بتقول إن الفترة اللي جاية في مناقصة لتوريد الذرة الصفراء هتشجع وهتسهل من الأمور لصغار أو على صغار المربين وعلى بعض مزارع الدواجن خلال الفترة اللي جاية. أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين بإن زي ما قلنا هيكون في مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة، ودي للمساهمة في إتاحة الأعلاف خلال الفترة الحالية. واحنا عارفين ان في مشكله كبيره بخصوص الاعلاف، فهل المناقصه دي فعلا هتغير في الاوضاع وهتسهل الامور على المربين وبكل تاكيد على زياده الانتاج وعلى سعر الدواجن في السوق خلال الفتره اللي جايه، ولا مش هيحصل اختلاف؟ معانا على التليفون دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الدواجن باتحاد الغرف التجاريه. برحب بيك يا دكتور معانا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اولا ادينا التفاصيل عن المناقصه دي يا دكتور، ايه التفاصيل الخاصه بيها ومين اللي هيستفيد منها؟ هو حقيقي موضوعين حدث اليوم، موضوعين في منتهى الاهميه. الموضوع الاول الموضوع الخاص بهيئه العامه للسلع التموينيه، وده كلام احنا اتكلمنا فيه مره واثنين وثلاثه، والسيد رئيس مجلس الوزراء قال اذ لم يتم انخفاض الاسعار فالدوله لديها الاليات التي تستطيع من خلال تعمل انضباط للموضوع، فاحنا طالبنا الدوله ان تقوم هي بالاصرار على اساس ان احنا يحدث انخفاضات للاسعار وترجع صناعه الدواجن الى ما كانت عليه. يبقى البند الاساسي فعلا الكلام ده ممتاز وكلام جيد، ويمكن انا قابلت النهارده الدكتور علي مصلحي في افتتاح مركز التميز في غرفه تجاره القاهره بحضور المهندس ابراهيم العربي حقيقي، واتكلمت معاه وقلت له الكلام ده احنا بننادي بيه وده شيء كويس جدا، اتمنى يكون في الاسراع واتمنى ان ده يكون شيء جيد هيكون لصالح الانتاج والمنظومه، الصلاح هيكون في انخفاض الاسعار. يعني النهارده لما الدوله تتبنى على قرار القمح فانا بقى بعمل مظاريف مغلقه وبجي افتح المظاريف، والكلام ده قال اعتبارا الناس تقدم اعتبارا من 19 يناير وعلى ان يتم الجلب في خلال من يوم 10 فبراير لحد يوم 25 فبراير، يا اما السي ان دي اي في اما السي اي اف، يبقى ده كلام مفيش مشكله، هتبدا الناس تبتدي تعمل العروض بتاعتها وتقدم، وطبعا الدوله تبقى عارفه السعر العالمي، وبناء على السعر العالمي هتبقى تكون التوريد بهذا الشكل، وده شيء جيد جدا لصالح منظومه الثروه الداجنه وانخفاض اسعار مستلزمات الانتاج. يعني تجار الاعلاف يا دكتور دلوقتي التجار اللي عندهم العلف هيبداوا ينزلوا عروض وبناء عليها هيشتري اصحاب يعني المزارع او المربين الصغيرين؟ لا هنا انظمه السداد ولا ايه بالظبط؟ المستوردين اللي هم بيستوردوا الهيئه السلع التموينيه هي قالت انا عاوزه حد يورد لي، وبناء على الكلام ده كله الناس بتروح تتأدي المظاريف المغلقه بالاسعار اللي هي عاوزاه بالكميات، وبناء على الكلام ده بتعمل جلسه ويبتدي يفتح المظاريف ويقول خلاص ابتدي يرفع عليكي حسب الاسعار العالميه، وده هيؤدي الى انخفاض السعر، لان احنا بنقول دائما وابدا السعر مرتفع منين؟ من خلال المستوردين. طب خلاص يبقى احنا الدوله هتتحكم في الجزئيه دي، تقدر تسيطر على الاسعار عشان ترجع منظومه الاسعار الى ما كانت عليه. ده بخصوص الذرة الصفراء فقط الكلام ده؟ الصفراء فقط، وكنت انا قلت لابد ان احنا، وبكره انا عندي اجتماع ان شاء الله في لجنه متابعه السلع الغذائيه، هنطالب بان يتم اضافه الصويا مع الذره الصفراء، وده شيء مهم جدا لان الصويا عامله لنا مشاكل في اسعارها المرتفعه وحتى الان لم تنخفض للوضع اللي احنا عاوزينه كما كان. دي جزئيتين مهمين جدا، وقال لك ان احنا اللي هيورد لازم يكون مسجل في بورصه السلع، وقال لك اللي مش مسجل وعاوز ينضم الينا يروح يسجل نفسه، وده شيء جيد جدا. ده الجزء الاولاني اللي حدث النهارده. الشيء الثاني بيان المركزي المصري، البنك المركزي. البيان اللي صدر واعلنه النهارده ده شيء جيد جدا، في ظل قال لك انا عندي وفره للدولار استطيع من خلالها ان انا اوفر السلع التي يتم استيرادها من الخارج من 5.4 الى 5.5 شهر، وده شيء فوق الممتاز. اتمنى ان يكون الكلام ده على ارض الواقع باين، الكلام ده حاجه كويس قوي واحنا كلنا مبسوطين، لكن متى يكون الكلام ده صحيح؟ حينما يتم تنفيذه على ارض الواقع. حضرتك عايزه تستوردي السلع استراتيجيه، تتقدمي يتوفر لك الدولار مباشره، يبقى شيء جيد جدا، ده اللي احنا عاوزينه. خلينا نتكلم طيب يا دكتور بناء على القرار الاولاني اللي هو الخاص بمناقصه الذره الصفراء، يعني بناء على هذا القرار هيأثر ازاي على السوق خلال الفتره اللي جايه وعلى الاسعار؟ طيب حضرتك لما انا اقول النهارده الدوله هي تتدخل على قرار القمح، يبقى حسب الاسعار العالميه هتجيب، انا النهارده بستورد مستورد، والمستورد انا التكلفه عنده 18 20,000 بيبيعني ب 30,000.
الدولة لما هتاخد تاخد حسب السعر اللي على مهابش ربح ليك، ربما ينخفض السعر ليصل إلى السعر اللي احنا بنتكلم عليه ال 20 أو 21,000. يبقى أنا عندي انخفاض 9,000 إلى 10,000 في طن صويا مثلا. لما أقول الذرة الصفراء النهارده موجود السعر، سعر الذرة الصفراء بالمناسبة انخفض تقريبا النهارده 13,800 بعد ما كان وصل 14,500. ده شيء جيد جدا، هينخفض ايضا حسب السعر العالمي. كل الامور دي هتنصب في المنتج اللي هو العلف اللي هو اللي بيخش في تربيه الدواجن. يبقى انا العلف النهارده عندي من 20 لحد 21 ل 22 ممكن ينخفض ويصل حسب مدخلات الانتاج الى 15 الى 16 حسب التكلفه، وده هيشجع ان الناس اللي خرجت بالمنظومه تدخل مره اخرى الى حظيره الانتاج مع الوضع في الاعتبار وضع السعر العادل للمنتج النهائي. وده السؤال بقى، المنتج النهائي بعد ما هنشوف الانخفاض ده في تكلفه الاعلاف، هل هنشوف انخفاض في سعر الدواجن في السوق في القريب يعني، ولا ده هياخد وقت لحد ما نشوف ان الاسعار بتقل؟ على الاقل على الاقل حينما يشعر السوق بالانخفاض عاوزه دوره انتاجيه عشان يبقى احنا منصفين مع الناس. يعني وقت قد ايه عشان نوضح بالتوقيتات كده؟ شهر 35 يوم من المفترض. يعني على اول رمضان لو احنا دخلنا يبقى ممكن يحصل انخفاض. اذا بنسبه كام طب يا دكتور؟ مش هيحصل انخفاض. الانخفاض المتوقع بنسبه كام من الاسعار يعني الحاليه؟ لا مش هنقول بنسبه كام لان انا ما بعرفش الانخفاضات التي ستتم للسلع الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم عليها الذره والصويا يبقى قد ايه، ما اقدرش اقول. يعني كحد ادنى يا دكتور على الاقل هتقل الاسعار 10% مثلا؟ على الاقل على الاقل هتقل 10% على الاقل 10%، لكن مع الوضع في الاعتبار ان حضرتك تكون عندك لجنه فنيه بتقول السعر العادل للمنتج اللي هو بينتج اخر انتاج، ده اللي احنا عاوزينه. ده جزئيه مهمه جدا. انا بتمنى ان شاء الله ان شاء الله في ظل التحركات الايجابيه نجد هذا الكلام ويرجع كل المنتجين اللي خارج المنظومه الى حظيره الانتاج، وده في صالح منظومه الثروه الداجنه وفي صالح المواطن المصري صاحب الدخل المتدني. اتمنى ان شاء الله يكون في استمراريه لهذا الكلام ونوضع في الاعتبار دخول الذره الصويا ايضا في منظومه هيئه السلع الغذائيه.